عناوين الأخبار. الإجراءات ذات الأولوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. كفصة نحو تنقيح القانون الخاص بالأراضي الاشتراكية. إجراءات جديدة في القطاع السياحي. المنستير مشاريع تنموية جديدة تواجهها إشكالية عقارية. حل أزمة السكن في الجزائر مع أواخر 2018. معرض الخليج للعقار 2015 من 12 إلى 14 ماي 2015. تفاصيل الأخبار. مرحبا بكم في الأخبار العقارية. الإجراءات ذات الأولوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. قدم وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الإجراءات ذات الأولوية الخاصة بالوزارة والتي تتمحور أهمها حول المشاريع والأشغال الكبرى والمنشآت المدنية وبرامج السكن الاجتماعي ومصادر تمويلها. فبالنسبة للبرامج السكنية سيتم الانطلاق في إنجاز أشغال التقسيم بالمناطق المحاذية لبعض الأحياء الشعبية وتسليم 139 مسكن اجتماعي فردي بمدينة تبوربة من ولاية منوبة، وأعلان طلب العروض للانطلاق في أشغال بناء حوالي 2700 مسكن اجتماعي، إلى جانب تحديد سعر البيع بمختلف التقسيمات والأعلان عن طلب عروض لانطلاق أشغال مشاريع تهذيب أحياء شعبية موزعة على 11 ولاية و19 بلدية، منها 15 مشروع بالمناطق الداخلية. أما بالنسبة للبنايات المدنية فسيتم استئناف الأشغال ببنايات مدنية هامة متوقفة منذ فترة على غرار مدينة الثقافة والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيات، بالإضافة إلى توسيع قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال بمنطقة النحل. قفصة نحو تنقيح قانون الخاص بالأراضي الاشتراكية. أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال زيارته إلى ولاية قفصة أن وزارته تقوم حالياً بتنقيح القانون الخاص بالأراضي الاشتراكية بما يسمح بالإسراع في تصفية الوضعيات العقارية الشائكة في ملف الأراضي الاشتراكية غير المصفاة. من جهة أخرى ذكر أن من أولويات الوزارة تنقيح القوانين والتشريعات، من ذلك تنقيح القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة وأحداث خطة قاضي انتزاع صلب المحاكم العقارية، بالإضافة إلى جدولة ديون المكترين لعقارات تابعة للدولة. كما تم خلال جلسة عمل استعراض قائمة المشاريع العمومية المعطلة بالجهة بسبب إشكاليات عقارية واقتراح التعجيل بتسوية وضعية الملفات المتعلقة بالتجمعات السكنية الواقعة بالمناطق البلدية والمقامة على رسوم عقارية تابعة للدولة. إجراءات جديدة في القطاع السياحي. أعلنت الجامعة العامة للنزل عن عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة القطاع السياحي خلال هذا الموسم، أبرزها تكثيف التسويق والدعاية في الداخل والخارج وتنظيم تظاهرة سياحية دولية كل شهر في مختلف أنحاء البلاد، فضلاً عن التركيز على السياحة الداخلية وعلى السوق الجزائرية. كما أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة عبرت لوكالات الأسفار الأجنبية عن استعدادها لتقاسم المخاطر عند كرائهم للطائرات، مؤكداً أنه سيتم التركيز على الدعاية المبنية على العلاقات العامة والوسائل الرقمية بصفة خاصة. المنستير مشاريع تنموية جديدة تواجهها إشكالية عقارية. تعرف ولاية المنستير على أنها قطب جامعي وسياحي بامتياز، ومع ذلك فهي تعيش على وقع عديد المشاكل والمشاغل أبرزها الإشكالات العقارية والتلوث. صرح والي الجهة إلى صحيفة الشروق أن المشاريع التنموية بولاية المنستير لم تنقطع، ومن أهم المشاريع الجديدة مشروع البقالطة السياحي وجنان الوسط، وهما مشروعان سيتم تقسيم أراضيهما في القريب العاجل بعد إتمام الدراسات الفنية من قبل المهندسين.
كما يوجد بولاية المنستير 100 مشروع بصدد الإنجاز بكلفة 11.9 مليون دينار و100 مشروع في طور طلب العروض بكلفة 154.6 مليون دينار، فضلاً عن 51 مشروع في طور الدراسة بكلفة 43.8 مليون دينار. هذا وبين الوالي أن أغلب التعطيلات الموجودة عقارية بالأساس، وبلغت حد التقاضي مع المواطنين المتضررين، حيث تسعى الولاية بالتعاون مع السلطة الإدارية إلى تجاوز الإشكاليات وإيجاد سبل الصلح من أجل إنهاء هذه المشاريع في القريب العاجل. حل أزمة السكن في الجزائر مع أواخر 2018. أعلن وزير السكن والعمران الجزائري أنه سيتم حل أزمة السكن التي تعاني منها بلاده مع نهاية سنة 2018 أو في بداية 2019. فبعد إتمام البرنامج الخماسي وإثر أحصاء دقيق، فإن العجز يقدر ب 720 ألف مسكن، حيث أوضح الوزير أنه في بداية عام 2015 قامت الدولة بتوزيع أكثر من 300 ألف قطعة أرضية، وستصل إلى غاية نهاية العام أكثر من 400 ألف بولاية الهضاب العليا. كما أشار الوزير إلى أن العجز الذي يزيد عن 300 ألف مسكن المتبقي إنجازه خلال الخماسي 2015-2019 يمكن تداركه بسهولة، مبرزاً أنه إلى ذلك الحين طلبات 3 إلى 4 سنوات سيتم تلبيتها جميعاً. معرض الخليج للعقار 2015 من 12 إلى 14 من مايو المقبل. يقود معرض الخليج للعقار الطريق بين المعارض العقارية من خلال كونه أول معرض عقاري على مستوى العالم يوفر محرك البحث العقاري على موقعه الإلكتروني. وسيقام المعرض السنوي في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات من 12 إلى 14 من مايو المقبل، حيث ستتيح خاصية البحث العقاري للزوار الاطلاع على قائمة العقارات المدرجة من قبل الجهات العارضة والمعروضة للبيع قبل المعرض. وتمثل دورة هذا العام علامة فارقة في مسيرة معرض الخليج للعقار، باعتباره المعرض العقاري الشامل والرائد في المنطقة، حيث يهدف إلى تعزيز قطاع العقارات والتطوير العقاري في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. ويسلط الحدث الضوء على العقارات التجارية والسكنية من خلال تقديم المطورين العقاريين والمستثمرين وأصحاب العقارات للجمهور المستهدف. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى آخر نشرتنا الإخبارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.